كنز جديد سيغير حياة المملكة. تلك الرؤى التي يتوقعها العديد من الخبراء والمحللين، وذلك بعد الإعلان عن تدشين برنامج نووي وطني طموح في إطار رحلة المملكة إلى مستقبل أكثر تقدماً برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مستقبل تحيط به طموحات ضخمة وأماني كبيرة أضحت تتحقق الواحدة تلو الأخرى. إليكم أصل القصة. نحو الاستخدام الأمثل لمواردها المحلية من عناصر الطاقة المتجددة، تعتزم المملكة العربية السعودية استخدام مواردها من اليورانيوم في دورة إنتاج الوقود النووي الكاملة، وذلك من أجل استخدامه في السوق المحلي وتصديره للأسواق الخارجية، وتحديداً لبعض جيرانها العرب الذين يعانون من أزمة الطاقة. وأعلنت المملكة العربية السعودية عن اكتشافات ضخمة في باطن أرضها أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم داخل المملكة، والذي تستعد الإدارة السعودية لتخصيبه في الفترات القليلة المقبلة في إطار خطتها الطموحة بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السعودية 2030. ويرغب ولي العهد في توسعة البرنامج النووي الناشئ الذي تملكه السعودية، بحيث يشمل تخصيب الموارد الضخمة التي تم اكتشافها من اليورانيوم، وذلك ضمن خططها للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة والاعتماد عليها بدلاً من مصادر الطاقة الحفرية، وكذلك تقليل الانبعاثات الكربونية. ولا يغيب عن ذهن بن سلمان النجاح الباهر الذي حققته محطة براكا للطاقة النووية السلمية في أبوظبي الإماراتية، والتي من المتوقع أن يتم افتتاحها خلال عام 2023 بعدما وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 97% بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عام 2012. ووسط منطقة تعج بالصراعات والأحداث الساخنة، كان لزاماً على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يتحرك بشكل سريع حتى يكفل لبلاده الحماية اللازمة إذا ما تدهورت الأوضاع ولجأت الأطراف الإقليمية التي تعتمد موقفاً معادياً من الإدارة السعودية، وكانت تسبق خطوة ببرنامجها النووي. وتعتبر مسألة تخصيب اليورانيوم حساسة، إذ يمكن استخدامه في عملية إنتاج الأسلحة النووية، إذ تحتاج المفاعلات النووية إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 5% فقط، لكن التقنية نفسها يمكن أن تستخدم لتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى ترقى للاستخدام في الأغراض العسكرية. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، يثير البرنامج النووي الإيراني جدلاً واسعاً في الأوساط الإقليمية، وتحديداً مع جيرانه من جهة الغرب، حيث تراجعت طهران بشكل تدريجي عن التزاماتها في الاتفاق التي كان هدفها الإبقاء على الطابع المدني للبرنامج. ومنذ عام 2018 أعلنت المملكة العربية السعودية التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط حول العالم عن بناء 16 مفاعلاً نووياً في خلال السنوات العشرين المقبلة بتكلفة إجمالية تصل إلى 80 مليار دولار. ومن المقرر أن تبدأ المشروع الوطني الضخم ببناء مفاعلين نوويين كبيرين. وفي هذا الصدد أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن نية بلاده في استخدام تلك الموارد الوطنية من اليورانيوم، مع إقامة العديد من المشروعات المشتركة مع الشركاء الراغبين، وذلك وفقاً للالتزامات الدولية ومعايير الشفافية على هامش مؤتمر صناعة التعدين بالعاصمة السعودية الرياض. وفقاً لتصريحات وزير الطاقة السعودي، فإن المملكة تعتزم إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب، وهو ما يمثل الدورة الكاملة للوقود النووي، والذي من المتوقع استخدامه على الصعيدين الوطني والتصديري إلى الخارج في المنطقة الخليجية المملوءة بالثروات النفطية. فهل تنجح مساعي بن سلمان في تحقيق حلمه الكبير؟